إذاعة شباب من تونس. رجعنا معكم في حصة ميوزيك بوكس بعد ما سمعنا دي جي تيغانا، كانت السات متاعه حلوة برشا. ألوغ معنا دي جي مادي، ديما نحب نوصي لي دي جي والمستمعين متاعنا باش يتبعوا لي دي جي على الشان متاعنا راديو جون تونيزي، الشان متاعنا اللي يلعبوا فيها دي جي لايف. ألوغ معنا أنكور فوا دي جي مادي. مادي شوشان. ألوغ مرحبا بك في ذا الشباب. يعيشك ربي فضلك، مرحبا بك زيادة. عايشك. ألوغ كوم ديبي تحكي لنا شوية عن ديبي نتاعك، كيفاش بديت الموسيقى، كيفاش زادك باش تولي دي جي هكا معناتها. مش جو سي با معناتها واحد كل واحد كيفاش عاش معناها. أول حاجة بديت مع الدار معناها، خاطر بابا كان يسمع برشا موزيكا معناها، كوتي شنية كوتي كاساتات. شوف لا بابا ماهوش دي جي، مي راهو بابا كان يخدم معناها في عروسات، فهمت. اللي بديت بشوي بشوي مع الموزيكا، وساعات في الليل بتاع الصيف يحط ام كلثوم كاسيت معناها مزيانه على الاخر لا. ودي طون سون طون ثما كيريترو تاع 1980 90 معناها على الاخر اللي بديت نسمع فيهم بشوي بشوي. بعد ما قرايه وكل شيء كل حاجه مشيت على روحها، وكل اللي ديما في الدار انا ديبلي ان فيت عملت ديبلوم، جو سوي ان تيكنيسيان كليماتيزاسيون سنترال، بعيد كومبليتمون على الموزيكا. تخدم في النار و... لا 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 ميم تو نخدم ريسبونسابل دانيماسيون، ان فيت شديت ثنيه اخرى كومبليتمون. بديت مع ابراهيم تيغانا اللي هو معناها شيف دانيماسيون او الشيف خدمت معاه، وكانت لي معناها كاكسبيريونس مزيانه. من الاول دخلت نخدم انيماتور، قال لي ليه اسمعني يمشي يخدم مع دي جي. علاش بابلو؟ قال لي ليه يمشي يخدم مع دي جي. مشيت خدمت مع دي جي، قعدت بريود باش نتعلم، مش نتعلم اون فيت يعني انا عندي فكره صغيره، خاطر كنت نخدم في اوتيل افريكا جاي اللي كوتي شنيا كوتو سونو كوتي واحد مع واحد اسمه صاحب الذيب تكنيسيان دو سون في الوتيل هذيك، شدني علمني وراني بشوي بشوي وراني كيفاش نصب موزيكا. بعد في الميكساج يعني انا سرحت وحدي معناها اكيد خدمت في برشا بلا. عندك تو عندي حطيت في مخك باش تولي ديجي من 2019. مش بعيدة برشا مي اسمعني، كل ثانية أو كل دقيقة أو كل ساعة ثم تيتر يهبط جديد. أكيد يعني لازمك ديما تكون على باج وعندك وسميع، عندك وذني ان فيت. كان ما وصلتش تعمل في حاجة بنينة ما تجيش. ما تجيش اون فيت، لازم ديما تكون على باج، تكون مودرن، تكون بوزيتيف. بون معناتها بون على باج ديما لازم تكون على باج. انا وصلت معناها انا وصلت فتره من اللحظات ما عندي ما نعمل ركب ماتريال اللي نبدا نلعب في موزيكا ليشكون ليا انا، مش باش نسمعها من بعد، لا ليا انا نطلع في الطاقه اللي فيا انا. معناها كل انسان عنده كوتي معناها تاع انرجي فوالا كلي محلاه نشوف في روحي معناها فريمون انا نجم نعمل حاجه مزيانه على الاخر مع الموزيكا. اوكي كوتي ميكساج هكا هو بور لانستون، مي ان شاء الله يا ربي ثم بروجي نتاع نحب الحق نزيد نقرا، بوركوا با نقرا ونتعلم بروديكسيون تاع موزيك. مش باش نقول شنو التيب نتاع الموزيك على خاطرني انا نسمع كل شيء. اوكي تنجم تحط متو مثلا هاوس نقول لك يا محليه على الاخر، نجم تحط مزو ونقول لك زاده يا محليه على الاخر، ينجم يتصلح يولي ريميكسي، ينجم والله هيك ثم فيها نقشه مزيانه قلنا، اما ما تنجمش تقارن ما نجموش. بون العربي قاعدين يخدموا فيه بور لانستون تو لي مارشي تو بور لانستون تو لي مارشي اللي في المحلات نتاع تونس كوليكا تخدم ديسكو عربي نهار السبت. اسمعني من الاخ راو برشا معناها ميسالش نورمال اللي هما يخدموا نحنا معناها نرتاحوا، مي ان شاء الله معناها فوكوا با تولي معناها ثم دي ديسكوتيك معينين. هما بروديكسيون تاعهم مش بروديكسيون
الموسيقى الموسيقى ياخذوها باش يعملوا سيتي معناتها بضاعه كوميرسيال في ياخذوا موسيقى اللي تعدات واللي واحد كل شيء جست هو سيت ان سبيكتاكل اي سي سا سيت ان سبيكتاكل مش داخل في الموسيقى صحيح فريمون صحيح سيت ان سبيكتاكل الديسكو العربي ولا الف ليله وليله ولا شنو جماعه تترقص وياهم كل شيء على موسيقى خدمه قبل خدمه قبل على فكره انا معناتها ما عندهم حتى شيء جديد جابوا انا حاسب ما نشوف من روحي نحب برشا الموسيقى معناها طالعه هي يعني نحكي كوتي بي بي ام 115 الفوق محلاها على الاخر ريتميك تحسي روحك متفرج تسمعها ثم عبيد تقولك ليه توجع لي اذني توجع لي راسي أي أي. كل واحد وكيفاش يعني تجيه الموسيقى هو لا بلي بار دي تان تاو كل 128 ماكسيموم 128 من 128 ل 120 ايه سي سا محلاها على الاخر الكوتي تاع الموسيقى هذيك خاطر ساعة تلقاها 128 وطايحه ايه تاو بور لانستون انا نخدم في اوتي انا كنت نخدم ريسبونسابل في ريسبونسابل دانيماسيون في جولدن تيليب تاع السلطان وبعد وتو حاليا بور لانسون نخدم في الليلة باي اوتيل الليلة باي اون فيت نهار السبت تعب شويه عرب معناها صحيح ثم فرنسي سلمان خاطر اوتيل معناها لازمك كي تخدم في اوتيل تسمع العباد الكليك نحن التوانسة والعرب بصفة عامة شنو نحبوا الشهشك بالشك مي هذا ما يمنعش اللي انا معناها ديما حبي للموسيقى الهاوس او غير الهاوس معناها هاوس افرو هاوس اي حاجة طالعة في الموسيقى راني نحب اكيد ولغة الموسيقى معناها العربية ذي شوفونا حل شوفونا حل بها بالله ما تنسوناش نيدي استعجالي معناها شوفونا مالوغوزمون ما عادش نجم تنجم على فكره راهو انا جاي في الثنيه لهنا وقلت زعما تو لعب تراك عربي ولا ما لعبش وبعد قلت زعما لعب ريميكسي ولا لعب مش ريميكسي لافرو 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 اللي تو فيه 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 خدمه عربي اي اي خدمه العربي ثم حدد اي وعلى فكره يعملوا في برشا ميزاجور تو غنيه ثم غنيه محلاها على الاخر سمعت عندي برشا شو بيريود اون فيت في كوب دو موند بنزيما كي ماركا مش بنزيما شو اسمه زيدان زيدان على ماركي زيدان على ماركي اون فيت تو حاليا قاعد يخدموا فيها في برشا يعني دي ميكس محليهم على الاخر وعلى ذيك قلت لك معناها كي بدينا الحوار قلت لك نحب نخدم برودكسيون يعني تونسي ديجا دخل في الافرو كي اسمه كي ريت كي زيد لا اله الا محمد رسول الله محمد رسول الله نسيت هالمزيانه نتاع يدور بك الدنيا مزيانه نتاع اكرم هاي مخدومه بالافرو اون فيت ديديكاس لي هو اون فيت امي معايا على الفيسبوك ونتابع فيه على الانستغرام على الاخر محلاه ويعطي في حاجات مزيانين على عادي جيت برشا فريمون برشا برشا قاعدين طالعين برشا بليزير هكاك سافي بليزير اما كي باش تولي عربي كل ماش نخدم انا لا 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 ما تولوش برشا على الموسيقى باش نسمعها الو شنو تقول لنا في اخر ديسكسيون في اخر ديسكسيون ميرسي بوكو على الانفيتاسيون نحب نقدم تحيه الناس كليكا اللي نعرفهم كليكا نعرف وفيت برشا عباد باش ما نسميش انا الناس كليكا اللي نعرفها كوكو عائلتي محليكم الناس كل وانت يعطيك الصحة زادة وشنو اخر وان شاء الله تسمعوا حاجة مزيانة على الاخر معايا اليوم وبيزو يا تخي تخي بيانتو ميرسي بوكو يعيشك ربي فضل علي نقعدوا مع السيت متاع دي جي مدي نقول لكم على سما بروشان عن دي جي باش يلعب سيت deux heures wahdo vraiment c'est un mata haja hlouwa barsha alors nqoul lkom bonne nuit tout le monde allez bye bye ciao 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 idaat chabab men tunis
guided by every trick and scheme of the enemy. Racial oppression has divided us. Economic inequality has divided us. Political injustice has divided us. Status and position have divided us. Culture and class have divided us. These divisions have not brought healing to our land. These divisions have merely caused us to hate with a deeper hate, distrust with a more cynical distrust, destroy with a greater destruction. The condition of our land and country must now bring us to our knees. Awakening happening throughout our nation, and this spiritual awakening will only happen when we kneel to pray. Oh Lord, teach us how to pray. Oh Lord, teach us how to pray. Oh Lord, teach us to pray for deliverance from all emotional, mental, and substance abuse. Oh Lord, teach us how to pray. Teach us how to pray for peace in our nation. Oh Lord, teach us how to pray. Teach us how to pray for love, regardless of race, color, creed, or nationality. Oh Lord, teach us how to pray. Show us your will and your way. Teach us how to pray, how to pray, how to pray, how to pray.
reflections below them, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds about us.
La craie est à focaliser. La haine que je ressens de mes pensées dans ce business balisé. Oh, dans la décalie.
Música. شباب من تونس.